السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا القناة الكرام. الفيديو النهاردة أتحداك إن ترمي مفتاح المروحة، مفتاح سرعات المروحة بعد الفيديو ده. طبعا الفيديو ده اللي هو مفتاح السرعة اللي هو الإلكتروني، زي ما أقول عليه إلكتروني. في واحد واتنين دول هم شغالينش، يعني ما شغالينش معاي، يعني سرعتين النقاط دول هم ما شغالينش معاي. باقي السرعات 3 و4 و5 شغالين. طيب ازاي نعالج المشكلة دي؟ ها طريقة سهلة وبسيطة، تابعوا معنا الفيديو للآخر. نفك المفتاح، وبرضو هنوريكم ازاي نختبر المفتاح. هنجيب السرية، طرف السرية نحطه في أول في الطرف ده في المسمار، والطرف التاني برضو في المسمار. وصلت الطرفين زي ما حضراتكم ملاحظين، طرف هنا وطرف هنا. هركب الأكرة بتاعت السرعات، بعد كده هوصل اللمبة السريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول واحدة مفيش، تاني واحدة مفيش، تالتة زي ما حضراتكم ملاحظين اشتغل إضاءة. يعني في سرعتين شغالين شي. طبعا هنفك في هنا مسمارين، افكهم نشيل السلك الأول. بعد كده هفك المسمارين، لازم افرغ شحنة المكثفات زي ما حضراتكم ملاحظين. قبل ما ابدأ لازم اطلع الشحنة بتاعت المكثفات. اول حاجة هنلاحظه هنا على حتة النحاس دي، ها في اكسدة وفي زي ما حضراتكم ملاحظين دي، هنصفرها. وزي ما حضراتكم ملاحظين برضو هنا دول ينضفوا، ونوسعوا نرفعوا الريش شوية، نصفرها وننظفها الأول. هجيب صنفرة ناعمة زي كده، وابتدي أصنفر زي ما حضراتكم ملاحظين. هجيب الريش
حط ايدي تحت الريشة زي كده، بعد كده هجيب الريشة التانية كده، هرفعهم شوية حاجة بسيطة. بعد كده هركب، هظبط فتحتين بتاعت المسمار، بعد كده هربط عليهم جامد. بعد كده اجيب السرير، طبعا انا فاصل الكهرباء من على السرير عشان بعد كده هركب الكهرباء في السرير. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم ملاحظين، اول سرعة، ثانية، ثالثة، زي ما حضراتكم ملاحظين هتلاحظوا الاضاءة. وكده رجع المفتاح اشتغل بكل كفاءته، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، لو اعجبكم الفيديو لايك اشتراك رقم افضل الله امرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.